مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا، بداية أسبوع إن شاء الله تكون خير علينا وعليكم، ودائما وأبدا أكيد في هذا الصباح نقول لكم إن شاء الله تبتدون يومكم بطاقة جديدة، تبتدون يومكم أيضا بروح ونشاط وهمة تكون جديدة، يكون أيضا طابع الإيجابي يكون موجود عليكم، والابتسامة أهم شيء وين ما تروحون لابد تكون موجودة، فصباحكم ابتسامة، صباحكم يوم جميل بإذن الله. صباح الخير محمد. صباح الخير زميلة شوق، صباح الخير على كل من يشاهدنا في هذه اللحظات وين ما كان، المتابعة المستمرة اللي تكون موجودة عبر برنامج في الضحى، مثل ما عودناكم الساعة 10 نلتقي أكيد، لكن من باب أيضا الطابع الإيجابي اللي موجود في حياتنا اسمع هذا المصطلح دائما، لكن في جملة سمعتها تناقض هذا الطابع: الأخطاء هي التي تربي الإنسان. هل تتفقين أو أنت ضد؟ لا، أنا أتفق 1,000,000% مع هذه الجملة. الأسباب كثيرة، الأخطاء أنا أعتبرها بالنسبة لي هي مدرسة، الواحد إذا ما غلط ما يتعلم. الغلط وين؟ أن الواحد لابد أنه هو ما يطيح بالغلط مرة ثانية إذا عرف أن هذا الشيء مثلا فيه أثر سلبي له. هني الغلط، الغلط أن الواحد ما يتعلم، الغلط الواحد ما يعرف، ما يركز على الأشياء والنواحي الثانية، هني الغلط. لكن أكيد الغلط عمره ما كان عيب ولا عمره كان شيء مش أوكي، بالعكس الواحد لابد أنه هو يغلط علشان يتعلم. يعني أنا ما نقول لابد بس أنه هو يحاول ما يغلط، لكن الإنسان لازم يغلط، هذه هي المدرسة. صح، لولا الأخطاء الإنسان ما يتعلم، ما يكبر أو ما ينضج تفكيره. صح. يعني في بعض الأحيان نوقع أنفسنا في خطأ بغير إرادتنا علشان نتعلم هذا الشيء. التجارب هي التي تولد خبرات متراكمة، بالتالي تعطيك قدرة أكبر على مواجهة كثير من الأمور في حياتك. العبرة ليست في الخطأ، العبرة بعد الخطأ، بعد هذه التجربة اللي مريت فيها كانت سيئة عليك، هل فعلا تعلمت؟ هل فعلا غيرت خطوتك؟ غيرت نظرتك للحياة؟ هذا ما نتحدث عنه عندما نتحدث عن الخطأ أو الغلط الذي قد تقع فيه في حياتك. أكيد، وأنا أرجع وأقول فعلا هو الخطأ بالنسبة لي هي أدوات أن الواحد شلون ممكن يعيش حياة أفضل، ممكن يكون تفكيره أفضل، ممكن أنه هو يمارس الشيء بطريقة تكون أفضل. لذلك طبعا الخطأ نفس ما نقول دائما الخطأ وارد، والإنسان ترى لو نرجع احنا من البداية، لو تتكلمت عن المشي أول خطواتك إيش كثر غلط ليه ما قدرت توقف؟ صح، إيش كثر ليه ما قدرت أن أنت فعلا تمشي خطواتك الأولى وتكون بطريقة صحيحة. هني احنا نقول هذا هو الموضوع نتكلم عنه، الواحد يخطأ لكن لابد يعرف شلون يقوم بعد الخطأ، يقوم بطريقة صحيحة. فلذلك طبعا دائما هذا الشيء وارد، يعني استحالة أن أنا أنولد وأمشي وأركض وأكون حاصل على جوائز. كل شيء يكون بالتدريج، يعني احنا بشر نخطي، هذا طبيعي جدا. لكن من جانب آخر إن شاء الله اليوم راح نتكلم وراح نتجول في أمور كثيرة، منها الأمور الفنية اللي قد تتعلق باللوحات والفن الكاريكاتير، وأيضا في الزراعة، فن الزراعة اللي موجود أيضا خلال فترة الشتاء شلون راح يكون؟ أكيد طبعا كل هذه المواضيع راح نتطرق لها، لكن أيضا محمد لابد في كل صباح لابد أن احنا نوجه تحيتنا الصباحية إلى أحد المراكز، أحد المؤسسات، أحد الأكيد الأماكن اللي دائما تخدم قطر بكل النواحي، فأكيد تحيتنا لهذا اليوم راح تكون أيضا مميزة. إذا تحيتنا الصباحية أكيد اليوم راح نوجهها إلى مركز شباب العزيزية اللي افتتح طبعا تحديدا بتاريخ 30/5/2012، ويعتبر أيضا مركز شباب العزيزية مؤسسة شبابية رائدة في تعزيز القيم الأصيلة للمجتمع القطري ليكون واقع يعيشه الشباب. دائما هذا المركز يسعى إلى تقديم نماذج شبابية في تمثيل القيم الأصيلة والروح القيادية من خلال البرامج الجاذبة والهادفة، وأيضا يقدم مركز شباب العزيزية مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والوطنية والتراثية، أيضا الرياضية والترفيهية. بالإضافة لذلك أكيد لابد يكون في تركيز على جانب الدورات والورش والندوات للجنسين سواء كانوا بنين أو بنات، ذلك أكيد كله من أجل أنهما يقوون أكثر هذا الحس لدى الشباب بكافة الأطياف وكافة الأعمار. يعني يقدمون دورات مختلفة، هذه الدورات تسهم في تطويرهم من نواحي كثيرة. الدورات اللي يقدمونها أو الورش بمثابة فرصة أنك تكتشف شيء عندك يمكن ما نميته أو ما أعطيته أهمية، بالتالي
بمجرد إدراكك والله أنا مميز في هذا الموضوع، تعطي نفسك فرصة أكبر. في من يستغل هذه الفترة، فترة الإجازة، في أنه يدخل دورات تكون صباحية، يستغل الأوقات الموجودة بشكل عام. وهذا الذكاء أن الواحد فعلا يستغل أوقات الفراغ في شيء أكيد يصب في مصلحته، في شيء يطور من ذاته، لأن دائما أكيد النقطة الأساسية تكون من خلال التطوير، يكون تطوير الشخص ذاته، بعد ذلك أكيد التطوير راح يكون على المجتمع وعلى الجميع. فأكيد نوجه لهم رسالة تحية وشكر وتقدير لجميع العاملين في مركز شباب العزيزية لما يقدمون أكيد من جهود متميزة في أكثر من جانب. من هذا المركز نروح لمركز الأرصاد الجوية، بس منو معانا اليوم راح يكون؟ معانا راح يكون محمد البرشيد إن شاء الله، راح يعطينا المعلومات وتفاصيل أكثر عن حالة الطقس والأجواء لهذا اليوم. صباحك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم عبر شاشة تلفزيون قطر، وأيضا نرحب أخوة في الاستوديو. ومع آخر التوقعات الجوية بالنسبة لليوم والأيام القادمة من عبر شاشة تلفزيون قطر من إدارة الأرصاد الجوية من خلال مكتب التنبؤات والتحاليل في مطار حمد الدولي التابع للهيئة العامة للطيران المدني. في البداية نتكلم عن التحذيرات، طبعا لا يوجد أي تحذيرات خلال هذه الفترة. من المتوقع أن ممكن تقل رؤية أفقية، ممكن تكون هناك رؤية أفقية متدنية في الصباح الباكر من يوم غدا إن شاء الله، بسبب من المتوقع أن تشكل ضباب خفيف في آخر الليل من اليوم والصباح الباكر إلى ضباب على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة. لذلك ننوه السادة مشاهدي الكرام بتوخي الحيطة والحذر نظرا لتشكل ضباب على بعض المناطق المكشوفة تؤدي إلى انخفاض الرؤية إلى أقل من 1 كيلومتر أحيانا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدينة الدوحة تصل العظمى 25 درجة مئوية، ووصلت الصغرى إلى 17 درجة مئوية خاصة في بداية اليوم. الرياح بشكل عام شمالية غربية إلى شمالية شرقية أحيانا خفيفة لمعتدلة السرعة، تنشط داخل البحر لتصل إلى 18 عقدة أحيانا، وداخل البحر ارتفاع الأمواج تكون ما بين قدمين إلى 4 أقدام، قد تصل إلى 6 أقدام خاصة في شمال شرق البحر. ننوه أيضا مرتادي البحر بتوخي الحيطة والحذر نظرا لنشاط الرياح وارتفاع لما تصل إلى 5 أو 6 أقدام أحيانا. بشكل عام الطقس يكون معتدل الحرارة نهارا وبعض السحب أحيانا، يكون بارد ليلا، ومع وجود تشكل ضباب خفيف في آخر الليل اليوم بسبب ارتفاع الرطوبة النسبية خلال هذه الفترة نظرا لاستقرار الطقس بشكل عام خلال منطقة الخليج، ومن بعد آخر الليل حتى الصباح الباكر من يوم الاثنين إن شاء الله يوم غدا راح تبدأ تشكل ضباب على بعض المناطق. لذلك ننوه أيضا مرة أخرى مشاهدي الكرام بتوخي الحيطة والحذر نظرا لارتفاع الرطوبة النسبية مؤديا إلى انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب وجود الضباب. هذا والعلم عند الله، ونلتقي منكم من جديد مرة أخرى. نعود إلى أخوان الاستوديو وشكرا جزيلا. يعطيك العافية، شكرا لك أكيد زميلنا محمد أكيد على هذه المعلومات اللي قدمتها بما يتعلق بحالة الطقس والأجواء، وأكيد نتمنى من السادة المشاهدين الأخذ بعين الاعتبار كل الكلام اللي انذكر، أيضا بخصوص التحذيرات، يعني نفس ما تم ذكر هناك تحذيرات، ودائما احنا ننوه على نقطة أن أكيد قبل كل فعالية تبون تروحون سواء بحر بر أي مكان لابد أكيد أنتم تشوفون الأرصاد الجوية وتشوفون كل هذه التفاصيل على أساس أن الواحد دائما يكون في أمن وأمان. صح، في السيف سايد مثل ما يقولون، دائما يكونون صح. صح، أيضا لابد أن احنا يعني مهما تكون الأجواء يكفي بأن الدوحة أيضا تشهد أخبار جميلة في كل صباح، نشوف مختلف من الأمور الموجودة، ودنا نتعرف عن هذه التفاصيل أكثر مع الزميلة إيمان الفايز. صباحك سعيد. صباح النور والسرور عليك أخوي محمد، صباح النور لك أنت أيضا شوك، صباح الخير عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، سواء كنتم تتابعون عبر شاشات التلفزيون أو عبر أثير الإذاعة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كالعادة اخترنا لكم مجموعة من الأخبار التي سنفتتح بها صباح هذا اليوم من مجموعة أو من كافة الصحف القطرية الصادرة مع صباح هذا اليوم. أول الأخبار اخترناها لكم من جريدة العرب والتي كتبت عنوان مركز اتصال المرضى بحمد الطبية يحصل على جائزة دولية مرموقة.
حصل مركز خدمة العملاء نسمعك في مؤسسة حمد الطبية على جائزة مركز التميز في خدمة العملاء، والتي تعتبر واحدة من الجوائز العالمية المرموقة التي تمنحها مؤسسة بنتشمارك بورتال العالمية، وهي مؤسسة دولية رائدة في مجال قياس وتقييم واعتماد مراكز الاتصال في مختلف أنحاء العالم، وتعنى بوضع المعايير المهنية والتدريب وتقديم الخدمة الاستشارية في مجال خدمة العملاء والخدمات المساندة. جاء منح هذه الجائزة لمركز نسمعك بعد تصنيف الهيئة للمركز ضمن أفضل مراكز خدمة العملاء التي قامت الهيئة بتقييمها، وقد اعتمدت معايير التقييم على تطبيق هذه المراكز أفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها، حيث تمنح هذه الجائزة للمرافق التي تتفوق في الخدمات المقدمة للجمهور من حيث الجودة والكفاءة والفعالية التشغيلية وفعالية التكلفة. مركز نسمعك التابع لمؤسسة حمد الطبية من أول مراكز خدمة العملاء الذي يحصل على هذه الجائزة الدولية المرموقة، وهذا الاعتماد الدولي في دولة قطر وهو أكبر دليل على ما تبذله مؤسسة حمد الطبية من مجهودات لتذييل كافة العقبات التي يواجهها المتابعون، وكذلك العمل على رفع الخدمات المقدمة. وبالتالي تعتبر هذه الجائزة تأكيدا على بلوغ خدمة مؤسسة حمد مستوى عال من التميز من حيث الجودة والكفاءة والفعالية. كل الشكر والتقدير لهذا الصرح الطبي الكبير على مجهوداته، وطبعا الشكر موصول لكافة العاملين فيه وخاصة موظفي مركز نسمعك على مجهوداتهم في ضمان تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى. خبرنا التالي اخترناه لكم من جريدة الوطن التي عنونت افتتاح ثاني أطول جسر في قطر، حيث أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن افتتاح الطريق الرئيسي لامتداد شارع الصناعية الشرقي بطول 2.5 كيلومتر قبل موعده المحدد بنحو شهرين، ليشمل ثاني أطول جسر في قطر بطول كيلومتر و700 متر. وحضر حفل الافتتاح المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات والمهندس بدر درويش مدير إدارة مشاريع الطرق السريعة، إلى جانب عدد من مسؤولي ومهندسي أشغال وممثلين عن الشركة المنفذة. يقع المشروع في المسافة ما بين تقاطع شارع 33 الشرقي على طريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبل صليل على الطريق الدائري السابع، حيث سيعمل الافتتاح الجديد على توفير تدفق مروري حر بين طريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع وطريق المنطقة الصناعية وصولا لطريق سلوى وشارع الفروسية. وتشير أشغال إلى أنه تم إنجاز 87% من مشروع امتداد شارع الصناعية الشرقي، حيث سيتم افتتاح باقي الأجزاء في الربع الثاني من عام 2020 لتشمل 3 تقاطعات ضوئية وطرق الخدمات ونفق المشاة ومسارات المشاة وأيضا الدراجات الهوائية. طبعا يعد افتتاح هذا المشروع مسك الختام لإنجازات أشغال في العام 2019 من الطرق السريعة، والتي شهدت افتتاح طرق أخرى مثل طريق المجد وطريق الخور وغيرها من الطرق الحيوية، ليتكامل مع مشاريع أخرى مهمة مثل الطريق الدائري السابع وطريق ميناء حمد وكذلك طريق المنطقة الصناعية وصولا لطريق سلوى وشارع الفروسية. لذا سيربط هذا الطريق جنوب البلاد بغرب الدوحة بشكل مباشر دون الحاجة للمرور من قلب الدوحة، ليختصر زمن الرحلة بنحو أكثر من 80% باعتباره حلقة وصل حيوية بين القادمين من المناطق الجنوبية مثل مسعيد والوكرة ولوكير للوصول مباشرة إلى المنطقة الصناعية وصولا إلى طريق سلوى وشارع الفروسية حتى الريان والغرافة. تم تنفيذ المشروع ليستوعب أكثر من 1200 مركبة في الساعة في الاتجاهين لاحتوائها على 3 تقاطعات ضوئية، يمر فوقها جسر رئيسي من 3 مسارات في كل اتجاه، ليستوعب كذلك الكثافة المرورية في تلك المنطقة الحيوية مع الأخذ في الاعتبار حركة المشاة في المنطقة نظرا للكثافة السكانية التي يشكلها قاطنو هذه المنطقة وخصوصا من فئة العمال، يتضمن نفقا للمشاة يسهل الانتقال بين المدينة الآسيوية والمنطقة الصناعية. الخبر التالي من جريدة الراية والتي عنونت الكشف المبكر يقي الأطفال من خطر كسل العين. نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب ورشة عمل تدريبية حول اكتشاف حالات
كسل العين والحول لدى الأطفال والطرق الحديثة لعلاجها، وذلك بمشاركة 65 من أخصائي البصريات وممرضي مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة. وأكدت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة خلال الكلمة الافتتاحية للورشة أهمية الكشف المبكر لحالات الكسل أو لكسل العين عند الأطفال، ودور أولياء الأمور في اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية وعمل الفحوصات على فترات متباعدة للتأكد من الوقاية من هذا المرض أو اكتشافه في مراحله الأولى، وبذلك تأتي مساعدة الطفل على علاجه بشكل جيد. أوضحت أن الورشة جاءت ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة العيون لدى الأطفال، وتطبيقا لاستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. بحسب الخبر مشاهدينا، مرض كسل العين هو ضعف القدرة البصرية لدى الطفل في عين واحدة نتيجة لتجاهل الدماغ للصورة غير الواضحة التي تنقلها هذه العين الكسولة. هناك أسباب متعددة لهذا المرض مثل طول البصر أو النظر أو اللابؤرية أي الانحراف، وأيضا الحول. ويعتبر الفحص الدوري للنظر عند الأطفال وتحديدا قبل عمر السادسة من قبل مراكز الرعاية الأولية خير آلية لتجنب أو سرعة علاج هذا المرض، باعتبار أن حاسة البصر تتطور خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، ويجب مراقبة هذه التغيرات ومتابعة النمو السليم للبصر عبر الفحوصات الدورية. خبرنا الأخير اخترناه لكم من جريدة الشرق بعنوان مركز إحسان بدء المرحلة التشغيلية لوحدة العلاج الطبيعي المتنقلة في يناير. يبدأ مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان تشغيل وحدة العلاج الطبيعي المتنقلة في مطلع يناير القادم، وقد اختتم المركز سلسلة جولاته التعريفية بوحدة العلاج الطبيعي المتنقلة، وشملت عدة مناطق بالدولة، بهدف التعريف بخدمة مركز إحسان وتعزيز التثقيف لدى الجمهور بأهمية التزام كبير السن بتمارين العلاج الطبيعي وأهميتها، فضلا عن الترويج وتوعية الجمهور بوجود هذه الخدمة. أوضحت السيدة مشيرة الشهواني مديرة إدارة الرعاية المنزلية بمركز إحسان عن بدء المرحلة التشغيلية للوحدة المتنقلة في الأول من يناير المقبل، وذلك من خلال تواجدها في مناطق وأحياء مختلفة من الدولة، حيث تم وضع جدول لتواجد الوحدة بمناطق معينة معروفة، بحيث ستقف الوحدة لمدة شهر في منطقة معينة وتقدم خلال هذه الفترة خدمات العلاج الطبيعي لسكان المناطق القريبة من مكان وقوف الوحدة. جهود مقدرة من مركز إحسان لتقديم خدمات ذات نطاق أوسع لأبائنا وأمهاتنا من فئة كبار السن. هذه الوحدة المتنقلة ستقدم خدمات علاج طبيعي للحالات المسجلة من كبار السن بواقع 4 جلسات علاجية، أي علاج طبيعي بالمتوسط للحالة الواحدة، ومن ثم سيتم إكمال علاج الحالة من خلال تسجيلها ضمن حالات إدارة الرعاية المنزلية. في حين احتاج المريض لمزيد أو لعلاج مكثف سيتم تحويله لمركز العلاج الطبيعي، وتم فعليا تسجيل أكثر من 500 حالة من كبار السن ممن هم فوق 60 عاما في الفترة الترويجية. الفريق العلاجي مكون من 4 أعضاء، منهم أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وأخصائي علاج طبيعي وأيضا أخصائي تمريض، ووفر المركز فرق نسائية فقط باعتبار أن 80% من الحالات المسجلة للنساء فقط. إذن مشاهدينا، كانت هذه جملة من مجموعة من الأخبار التي اخترناها لكم لتعريفكم بآخر ما تم نشره في الصحف لهذا اليوم. الآن عودة للزملاء في برنامج في الضحى لمتابعة ما تبقى معهم من فقرات في هذا البرنامج. إلى كيشوك. يعطيك العافية زميلتنا إيمان الفايز، شكرا لك أكيد على هذه التغطية الصباحية وأيضا الجولة المتميزة المتنوعة اللي أخذتنا فيها. أكيد تنقلنا يمكن من خبر إلى آخر، من مؤسسة إلى أخرى، أكيد يعطيهم العافية. يمكن إحنا تكلمنا في الأخبار في أكثر من جانب، لكن أيضا لو نتكلم عن جانب الصحة محمد، إحنا يمكن كلنا نروح الجمعية، لكن رح أسألك سؤال. ما رح خليك الجمعية؟ شو ما تروح الجمعية؟ مستحيل. بس خليك صادق معي في الجواب. لما تروح الجمعية مثلا بغيت تشتري شيء، تقعد تشوف مثلا الملصقات المعلومات الغذائيه اللي موجوده ورا؟ في مره قريت؟ انا لا. ليش؟ لان اشوف ناس تصور ترى يعني الاشخاص اللي وظائفهم يصورون انهم رايحين الجمعيه او رايحين
السوبر ماركت يصورون الأشياء هذه وينصحون أيضا متابعينهم، لكن في من مصاب بهوس، هوس في يعني احتساب السعرات الحرارية أو الوحدات الحرارية. هذا الهوس قد يفقده، يعني أطباء قالوا هذه النصيحة، قالوا أنه قد يفقده يعني الاستمتاع بالطعام ويفقد أيضا يمكن عملية خسارة الوزن، لأنه يتم يفكر بالشيء، يتم يفكر في الشيء نفسيا يأثر عليك صحيا. صح، عشان كذي لا هو شوف هو مش هو بالعكس هو شيء حلو وصحي ان الواحد بالعكس يقرا يشوف شنو الكالوريز يشوف شنو، لان في قيم ومعلومات واشياء صح. كثيره تهم الشخص، خصوصا مثلا في ناس يبون يبنون عضل، في ناس يبون متى ينقصون وزن، ففي معلومات اكيد مهمه لازم الواحد يعرفها، لكن صح. الواحد دائما احنا نقول بحدود، لا تزيد يعني يكون بطريقه مش طبيعيه، ولا ان انت ما تهتم كلش بهذه الجوانب، لان بالنهايه هاي صحتك بلا افراط ولا تفريط. بالضبط، يعني اكيد انا يقول لك دائما اذا كثرت بالشيء يمكن ينقلب ضدك، فعلشان كذي احنا اكيد راح نتكلم اكثر عن هذا الجانب وعن اهميه ايضا هذا الجانب والاختيار الصحيح، فراح ننتقل مباشره اكيد وراح نشوف معاكم مشاهدينا هذا التقرير مع خبيره التغذيه خوله، راح تحدثنا اكثر عن هذا الجانب وتحديدا في الجمعيات شلون الواحد ممكن يتسوق بذكاء. صباح الخير، صباح الجمال، صباح الرشاقة. اليوم احنا في الجمعية بعلمكم كل خطوة ممكن ان انتم تتبعونها عشان انت تسوق من الجمعية برخص لثمان، وناخذ لنا اجود المكونات الموجودة هنا وكلها تحافظون على صحتكم. تعالوا معي الحين احنا بنتكلم عن الفواكه بشكل عام. تذكرون المرة اللي فاتت قلت لكم المفروض ان احنا ناكل 3 فواكه في اليوم، 3 انواع فقط عشان نحافظ على صحتنا وعشان نحافظ على وزننا. طيب اي نوع من الفواكه الموجودة قدامنا ممكن ان احنا ناخذها؟ هني عندنا الافوكادو، هني عندنا حتى الموز الاسمر، الموز الاخضر والموز الاصفر. شو الفرق بينهم؟ الموز الاخضر فيه الياف اكثر، في سكر أقل، أما الموز الأصفر في سكر أكثر وألياف أقل. اثنيناهم مفيدين، اثنيناهم ما نستغنى عنهم. طبعاً إحنا معانا شيء ثاني، الأفوكادو. الأفوكادو فيه نسبة دهون صحية كبيرة، فأنا وايد أنصح فيه في النظام الغذائي. ممكن نحط في السلطة، في ناس يحبون يشربونه كعصير، هو وايد مفيد والدهون اللي فيه تقنينا عن دهون وايد في الجسم. وتعالوا معي الحين بنتكلم عن المخبوزات بشكل عام. طبعا دائما في الانظمه الغذائيه يقولون لكم اكلوا خبز اسمر، اكلوا روتي اسمر. الحين احنا بنقول لكم الفرق بين الخبز الاسمر والروتي الاسمر والخبز الابيض والروتي الابيض، هما يكاد يكونون متقاربين في القيم الغذائيه. مثلا سلايس اسمر مع سلايس ابيض، هذه من 70 الى 80 سعره حراريه، لكن شو اللي يختلف فيهم؟ الأبيض فيه سكريات أكثر، الأسمر فيه ألياف أكثر، والدهون والبروتين والكارب يكاد يكونون متقاربين من بعض، فإحنا نختار اللي أسلم حق جهازنا الهضمي، اللي يساعدنا أن إحنا للشبع فترة طويلة، اللي هو إيش؟ اللي هو الأسمر. فأكلوا أسمر وخلكم معي. طبعاً اللحم، أنا أقول لكم شلون نختار اللحم الجيد. شوفوا هذا اللحم، شو الفرق بينهم؟ طبعاً هذا لونه أحمر وهذا لونه يميل إلى البياض، هذه نسبة الدهون فيه أكثر، أما هذا أقل، فإحنا شو نسوي؟ ناخذ هذا أحسن حق صحتنا. وخلكم معانا الحين لما إحنا نبي نختار المكسرات. طبعاً المكسرات شيء وايد ضروري، وبعد من الأشياء اللي فيها دهون صحية، مضادات أكسدة، وفيها وايد فايدة حق الجسم. طبعاً المفضلة عندي هي الألموند، تقريباً 15 حبة بهذا الشكل،
ما نكثر أكثر، نفس ما قلت لكم من قبل بقبضة اليد. طيب بقولون لي خولة، أي نوع من أنواع المكسرات؟ أنا أحب أقول لكم إياها من الآخر، مكسراتنا أحسن أن تكون نية، بس إذا اشتهينا في يوم مكسرات مبنية ممكن نأخذها بس بكمية أقل. يعطيكم العافية. طبعاً ولا يخلو أي نظام غذائي من منتجات الألبان، إن كان حليب ولا روب ولا أيضاً جبن. نبتعد عن الأجبان اللي فيها نسبة دهون عالية. وشلون نعرف؟ في كل جبن أو حليب في معلومات غذائية وراء العبوة. لازم إحنا نراعي إن إحنا ناخذ الأجبان الطبيعية، قشقوان وغيرها. ما نقدر ننسى أهم شيء في يومنا واللي يعدل مزاجنا هو إيش؟ الشاي والقهوة. أما القهوة، في ناس وايد يتكلموا عن القهوة، يا خولة تسد الشهية. بقولهم إيوة، القهوة تسد شهيتنا، لكن بعد ما يخلص مفعول الكافيين من الجسم نرجع نبي ناكل دبل، فهالشيء وايد يزيد من الوزن وأبداً هو ما ينقص الوزن. الشاي مظلوم معانا. طبعاً الشاي إيش فيه؟ مضاد أكسدة قوي، بس إحنا في زمن يحبون الكافي أكثر. بس الشاي له فوائد كثيرة، هو مهم للقلب، مهم للتوتر، لضغط الدم، فهو يشعرنا بالسعادة لما نشربه. فأنا أنصحكم كميات معينة من الشاي تشعركم بالسعادة. وحين بعد بنتكلم عن شيء وايد مهم، الكاكاو وإدمان الكاكاو، وإحنا شو ممكن نشتري من الجمعية الكاكاو والشيبس بدون ما نخرب نظامنا الغذائي ولا صحتنا بعد. خلكم معنا. طبعاً في أشخاص كثيرين يقولون خولة إحنا عندنا إدمان السكريات، إدمان الكاكاو، شو نسوي عشان نقدر نتخلص من هالشيء؟ طبعاً في طرق عدة إن إحنا نقدر نتخلص من هالشيء. الطريقة الأولى إن إحنا ناكل فواكه. في فواكه لها طابع سكري أكثر، بس طبعاً سكر الفواكه هو غير السكر اللي إحنا نأخذه من الكاكاو. شيء ثاني ممكن إن إحنا نأخذ الكاكاو دارك شوكليت اللي هو 75% و85%. بقولوا لي طعمه خولة مب حلو وايد، شوي شوي نقدر نتعود عليه. ليش نتعود عليه؟ لأنه هو فيه فوائد كثيرة لنا، غير إن إحنا ناكل كاكاو أو ناكل السناك، لا هو يفيد الجسم، هو مضاد أكسدة وايد يمنع عنا أمراض كثيرة. طبعاً بقولوا لي خولة نبي شيبس ناكل، بقول لكم أوكي، لما نروح ناكل شيبس نشوف القيمة الغذائية له، ونشوف إذا هو مكوناته إذا كان بس بطاطس وملح ودهون قليلة ممكن نحن ناكله، لكن إذا كان فيه إنجريدينز وايد اللي هي ممكن منكهات، ممكن مواد صناعية، ممكن مواد حافظة، هالأشياء كلها تأثر عليه وتأثر على صحتنا. طبعاً في نهاية لقائي معكم أتمنى أن أنا فتكم من البداية من الخضروات، من فواكه، من أشياء ممكن أن احنا ناكلها بطول يومنا وتخلينا احنا بصحة وعافية. ويعطيكم العافية ودمتم لي سالمين. صباح عليكم بالخير. ومن جديد نشكر أكيد خالد البحر على هذه المواضيع والتنوع، وأهم شيء القهوة. يعني الواحد لابد يتمتع بالفن، فن اختيار الأشياء اللي حوله بما تعود لمصلحته. لكن في المقابل نبدأ نرحب في ضيوفنا أكيد، ونقول عقد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت معرض كاريكاتير يعني الأول، ويعتبر أيضا معرض رياضي تم اختيار من خلاله فنان قطري كضيف شرف عبد العزيز صادق يعني لهذا المعرض. راح نتكلم أكثر عن هذا المعرض ووجوده في دولة الكويت، تطورات الفن، فن الكاريكاتير في قطر. صبح عليك بالخير. صباح النور وأهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد طبعا بهذا اللقاء وهذه التغطية للمعرض. يعطيك العافية، أكيد سعيدين بوجودك دائما معك، أكيد نقول صباح الإبداع والتميز نفس ما تعودنا دائما وأبدا. يعني إحنا دائما يمكن نقول الرياضة فن والفن رياضة، وأمانة اثنينهم تجسدوا في هذا المعرض المبدع خلينا نقول والجميل اللي كان موجود في الكويت بوجود شخصيات أيضا أتوقع
أنت يمكن استأنست أن التقيت في ناس تعرفهم في نفس الوقت أكيد بالفنون اللي كانت موجودة تحديدا في فن الكاركتر، فشلون كانت الأجواء هناك في الكويت؟ هو أولا يعني أحب أقول إن شلون صار المعرض هذا، يعني فكرة المعرض في الكويت الشقيقة. هو طبعا صاحب الفكرة ومكان المعرض هو نادي الكويت العربي. نعم. نادي الكويت العربي هو نادي عريق طبعا في الكويت، وعنده فرع ثقافي في النادي نفسه، يعني يسوون أنشطة ثقافية. حلو. فما جاتهم فكرة إن يسوون معرض كاريكاتير تحت يعني مسمى جديد، يعني معرض الكاريكاتير الرياضي. فرئيس النادي أمسي عليه وأصبح عليه أستاذ عبد العزيز عشير، قال لي يعني وجه لي دعوة أن أكون أنا ضيف مع أخواني من جمعية الكاريكاتير الكويتية، كانوا أيضا مشاركين يعني. نعم. فطبعا أنا رحبت بهذا ورحت هناك والتقيت بهم كلهم بالنادي، والتقيت بأخواني من الرسامين، وللأمانة هم الرسامين هذين معظمهم أصدقائي يعني بالأساس، يعني فرصة حلوة تجمع. نعم، حلو أكيد كان. أكيد وهم أيضا كانوا هنا في فترة من الفترات يعني نعمل معارض. نعم. مشتركة. فسوينا المعرض، هو المعرض بالضبط يعني عن الكاريكاتير الرياضي، ممكن يكون بورتريه للعيبة قدامة عندهم، طبعا تعرفين الكويت عندهم نجوم قدامة. نعم. يعني ما ينساهم الشارع العربي. أي. فبورتريه للفنانين أو للعيبة هذا الكاريكاتير على شكل كاريكاتير، وممكن تسوي أي كاريكاتير يعني رياضي يخدم المجتمع. احنا نعم. نشوف دائما البورتريه اللي يعني يشد الأنظار أكثر من أي يمكن نظرة ممكن تعطونها. نعم. حتى يعني المجتمع بشكل عام يقول ودي أنك ترسمني بهذا الشكل علشان. نعم. أشوف شو العيب اللي فيني، يمكن صحيح. يكون عيب موجود، لكن أي من جانب أيضا المجلس الوطني للثقافة في الكويت. نعم. ووجودك كضيف شرف، نقول اختيارك هذه السنة شنو يعني لك أنت لوجودك هناك في الكويت؟ طبعا هذا يعني الكثير ان انا اكون ضيف شرف في هذا المعرض. نعم. و يعني يسجل لي الحمد لله، واني اكون يعني على راس الفنانين مع زملائي هناك. وهو شوف اكثر شيء يعني الخبره، احنا نستفيد من الخبره. نعم. والتقانا، هذا اهم شيء عندي ايضا يعني هذا صحيح. فكان المعرض طبعا هناك وافتتح، وما زال مفتوح المعرض في النادي العربي في الصالة. واحنا تقريبا 27 فنان. حلو. يعني كلهم طبعا فنانات وفنانين في كل بلد ضيف. لا بس أنا الوحيد من قطر. صحيح. يعني والبقية كلهم كويتيين. نعم. أكيد. وطبعا أكيد سبب اختيارهم لك أن أنت تكون ضيف شرف يمكن أكيد طبعا لخبرتك في المجال تقريبا من الثمانينات، وأنت ما راح نكملك طبعا. صحيح. أكيد للحين شباب، لكن من الثمانينات وأنت بديت ودخلت هذا المجال اللي أنا شخصيا يمكن دردشت معك قبل هوا، أنا أعتبره صعب أن أنت شلون كل يوم لازم تواكب الأخبار اللي موجودة، القضايا الموجودة، لازم طبعاً في مسؤولية أن أنت ترسم من غير ما تخدش، أن أنت ترسم بطريقة تكون واضحة، رسالة واضحة، فالموضوع صعب، الكاركتر تحديداً صعب. هو شوفي من الكاريكاتير من أصعب الفنون. يعني عندنا نعتبره من أصعب الفنون، أول شيء خاصة بالنسبة للرسام اليومي. أنك ترسم يومي هذا صعب جداً، ومعظم زملائي اللي كانوا يرسمون بدأوا يرسمون يومي اعتزلوا وقفوا ما قدروا يوصلوا. نعم صعب، لأنه صعب. إيه وبعدين أول شيء بعد مش صعب، بعد فيه مسؤولية. يعني أنت ممكن تسأل عن الكاريكاتير إذا ما وصلت الفكرة أو شيء، أو ممكن يعني تنفهم غلط. إذا تنفهم غلط مثل ما تفضلت، فهو من أصعب الفنون، يعني مسؤولية وتنفيذ، حتى تنفيذ يعني أن أنت مطلوب منك يوميا تشوف تقرأ الجرايد وتشوف الأخبار وتقرأ كل شيء، لازم هذا كله تختزله في كاريكاتير واحد ويومي، ولازم تختار الخبر اللي راح ممكن مثلا يفيدك، اللي راح يساعدك بمجموعه اخبار كثيره. صح. تكون مواردة وتكون موجوده. عشان كذا احنا نقول دائما يعني انت لازم يعني تعذرون الرسام الكاريكاتير اذا الكاريكاتير طلع اليوم بايخ او دمه ثقيل او دمه زين، لانه هو يعني هاي خلاصه يعني رسم يوما وافكار، يعني طبيعه في الانسان، يعني مش كل يوم. نعم. انا بطلع مبدع. نعم. مو كل يوم بطلع نجم، لا يعني لازم في كل يوم تكون في تدريج. بس احنا مبسوطين جدا ان عندنا يعني جماهير كثير يعني تتابعنا.
لأن الكاريكاتير محبوب في الأخير يعني فعلا. ومهم في الجريدة. كنت صح. في الراية والآن في جريدة الشرق، انتقالك بين جريدة وأخرى، احنا ما نتكلم عن هذه الانتقالية وإنما وجودك بشكل يومي مستمر، كيف يمكنك أن أنت تأخذ الفكرة وتطبقها على أرض الواقع؟ يعني أنك تأخذ فكرة موجودة من الواقع، مش صعب عليك كفنان أنك يعني تكون بشكل يومي موجود؟ هو تشوف هو على أساس أنه إذا أنت تكون رسام قديم مثل ما قلت من الثمانينات خبره صارت فهني انت تصير ناضج في الافكار، يعني خلاص اكتسبت خبره يصير ناضج، فيصير شوي نوعا ما سهل انك تاخذ الافكار دي وتنفذها، وخاصه اذا انت ملزوم يومي يعني تعرف تتصرف وتعرف شلون تسوي. بس اهم شيء يكون تكون الفكره يعني مناسبه لليوم، يعني مثلا احنا الحين اشتى شوي وكنت أتكلم عن المهندس الزراعي وعن هذا الموضوع عن هذه الأجواء الحلوة، فممكن تسوي عن هذه الأفكار، يعني ما يصير الحين مثلا تحط عن الحر أو تحط عن رمضان صح. أو تحط مثلا عن شيء قديم راح يعني أي. أو عن العيد، لا لازم تكون أبديت إيوه، ويفضل أن تكون فريش طبعا نعم. الرسمة ومواكب أكيد نعم. يمكن في كثير من الناس يعرفون الفنان عبد العزيز أنه هو بشكل عام في فن الكاركتر، لكن هو متعدد المواهب في أكثر من جانب، يعني نتكلم إحنا عن جانب الفن التشكيلي ونتكلم عن جانب العزف نعم. صح. العزف الموسيقى عازف أورج ترى وبيانو بعد أورج ولا بيانو بيانو أكثر في التخصص. لحد الحين ما زلت تمارس هذه الهواية؟ هو هوايتي المفضلة والأولى الموسيقى، أنا أصلاً موسيقي قبل ما أكون رسام، يعني هو يعني هي هواية، مجرد هوايات. أنا دراستي حتى تاريخ تربية مش لا رسم ولا فنون ولا هذه، مجرد هوايات هذه. يعني عندي هواية مثل ما تفضلت التصوير، الإخراج، الرسم، الموسيقى. سمعت بعد تحب التمثيل. وأحب التمثيل بس ما مثلت للأسف. لا تعاونت مع عبد العزيز ناصر في هذا المجال موسيقى، يعني كانت لكم شراكة في هذا الموضوع. نعم أستاذ الله يرحمه وغمد روح الجنة، طبعا هو أصلا زميل ومن نفس فريجنا، يعني فريج الجسرة، فهو في تعامل أكثر من يعني أكثر من شيء، حتى يوم كنت أنا صغير يعني مش كبير وايد يعني. فهي الموسيقى يعني الهواية الأولى، وأنا أصلاً رسام تشكيلي، يعني أيضاً رسام صحيح. مش كاريكاتير، أرسم لوحات وأكيد كانت لك كثير من المعارض. نعم أيضاً. بس الكاريكاتير ماخذ كل وقتي يعني لأن رسم يومي، فكنت قاعد أركز عليه لأن هاي شيء متطلب يومي يعني. صحيح. إحنا أكيد راح نواصل حديثنا بما أننا تكلمنا يمكن على الكاريكاتير بشكل عام، راح ننتقل معك أكيد وأيضاً مع السادة المشاهدين راح نشوف هذا التقرير، وأكيد بنعود ونكمل حديثنا أكثر عن جانب الفن وأكيد جماليات الفن. بخطوط بسيطة ومتقنة وأفكار عميقة وشيء من الدعابة والسخرية تتكون لوحة فنية متكاملة تسهم في إدخال البهجة في نفوس الناس وتسليط الضوء على قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية. إنه فن الكاريكاتير الذي يندرج تحت فن الرسم، وهو من الفنون التشكيلية المحببة لقلوب الناس وعقولهم، ليس فقط لأنه يضحكهم وينقلهم إلى عوالم بهيجة، وإنما لجرأته في التعبير عنهم وعن همومهم والبوح بما يكمن في صدورهم. ولا يحتاج فن الكاريكاتير سوى إلى مهارات أساسية للتميز تأتي الموهبة في مطلعها، إضافة إلى القدرة على رسم الوجوه والملامح بدقة وكتابة السيناريوهات الكرتونية ببلاغة تتخطى حدود التعبير. شدني ايضا اليوم لما الصوره اللي رسمتها اليوم، لا مش اعصار، هذا الشباب يستعرضون في سيلين. ايوه ايوه هذه على اساس انه يعني هو في اعصار ورا، يقول حق يعني حق القارئ يقول له ترى هذا مو بعصار، هذا غبار مال الله بس يهديهم الشباب عن هذه الاستعراضات هذه، والله يحفظهم يعني انه ما تكون هناك اشياء يعني ما نحبها يعني. إذا الإعصار نفسها ما كانت له تبعات على كثر اللي قاعد يصير يعني هذا الغبار يعني طالع مال الاستعراض يعني.
فعلا احنا يمكن دائما نقول الكاركتر هو خلينا نقول قراءة لحالة المجتمع، عشان كذي يمكن دائما الواحد لما يشوف هو فعلا يستانس يضحك، لكن بنفس الوقت في اكيد هدف في فكرة. وايضا يمكن انا قلت قبل شوي ان انت يعني استاذ بشكل عام دائما احنا نقول الفن هو عبارة عن رسائل. صحيح. فأنت دائماً تقدم رسائل كثيرة من خلال الفنون اللي تقدمها، من خلال المعارض اللي تقدمها. أتوقع حتى أتذكر في أحد المعارض اللي قدمتها كان عن القضية الفلسطينية، فتمسك أو خلينا نقول تلامس جوانب كثير مهمة في المجتمع. فلو نتحدث أكثر عن هذا الجانب وأهمية اليوم أن الفن يطلع بطريقة راقية بصورة محترمة وبصورة أيضاً خلينا نقول رسالة وصوت سامي يكون. هو طبعاً هذه هو رسالة الكاريكاتير، أنت توصل الرسالة، يعني رسالة يومية سواء سياسية أو اجتماعية. طبعاً هنا يفرق إذا سياسية أو اجتماعية على حسب الرسام، المربع ماله هذا اللي يرسمه هو اجتماعي ولا سياسي. في ناس بس يرسمون سياسي لأن الصفحة اللي ينشر فيها في السياسة صفحة سياسية، أنا اجتماعية حسب القسم. نعم، والاجتماعي ترى على فكرة أصعب. ليش؟ الاجتماعي أصعب لأن الناس يتفاعلون معه ويسألونك عنه صح يوميا، يعني رجل الشارع لو انت حماشي او شيء يقول لك يا اخي الكاريكاتير تشيشي. السياسي يعني ممكن يهتمون فيه السوشيال ميديا او 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 القنوات، ممكن يعني يقطعونه ويحطونه. بس الاجتماعي لا، يعني شوي يحسسك اكثر، والسياسي محتاج اطلاع اخر، يعني اطلاع شوي تخصص. الاجتماعي انت ذايب في هالمجتمع وموجود في هالمجتمع من نسيجه، فتبدع فيه أكثر وتوصل فكرة أكثر وتلامس القيم الأخلاقية اللي قد تكون موجودة أو العادات. من جانب أيضا آخر جميل كفنان أنك تأخذ شخصية موجودة في الواقع وتطبقها أيضا على فنك، مثل إذا برجع للثمانينات شخصية كوتيك أيام نادي الجسرة خلال الثمانينات. نعم. طالما ما شاء الله تتذكر. لا ما كنت موجود أمانة، لكن أنك تأخذ شخصية من الواقع شنو تعني لك؟ هو هذه شخصية أنا اشتهرت فيها في الثمانينات والتسعينات، هو صديق يعني كان، فأنا اتفقت أن أخذ من كاركتره، يعني الكاركتر احنا نسميه في لغة الكاريكاتير الشكل البارز في الشخص، عنده كاريزما. أيوة كاريزما بارزة في، وهو الله يذكره بالخير يعني كان مشهور، رجل بسيط يعني، فاتفقت معه أن أنا أحطه في شخصياتي في كرسم يومي. أنا حطيته الصدفة شفته اشتهر، يعني عرفون الناس، وهذا هو مشهور في الفريج لكن انت شهر. هو انسان رياضي مشجع رياضي كان يعني، فاشتهر، فقلت له انت اشتهرت تبي استمر معاك اشهرك يعني زياده. معظم الرسامين كاريكاتير عندهم شخصيه معينه يحطها، مثل يعني ابرز شخصيه في العالم العربي حنظله في ناجي العلي اللي حاط يده وراه تشوفونه، هي ابرز شخصيه عندنا في كرسامين كاريكاتير وثقافه يعني. صحيح. فأنا لا رسمته وخليته أنه هو يعني يحل مشاكل ويدور في الفرجان وكذي، فنجحت. بس في الألفية طبعاً أنا وقفت الشخصية، بدلت الأسلوب وبدلت، وصار يعني ملون وصار هالشكل، فشوية أبعدته يعني. لكن بعد حلو، يمكن أنت يمكن وثقت أشياء كثيرة من خلال الكتب اللي أصدرتها. لو نرجع على عام 1988 تحديداً، كان هذا أول إصدار للكتب لك بمجال وعالم الكاريكاتير. فموضوع الكتب أكيد أيضاً أخذ منك وقت، أخذ منك جهد، لكن أيضاً كان في متعة وحلو توثيق الأحداث. والكتب أنا الحمد لله يعني من أول الرسامين القطريين اللي سوى كتب شخصية يعني كإصدار يعني، وكان مثل ما تفضلت كان سنة 88 أول إصدار، كان أسود وأبيض طبعاً. وبعدين اعتقد 92 اللهم يعني، وماشي لين 6 كتب يعني سويته. الكتب حلوه فيها انه هو يعني تاريخ لك، وكتاب الكاريكاتير وايد مهم. صح. مهم ليش؟ لان احنا مثلا افرض انا نزلت كتاب 2019، لما تشوفه بتشوف كل الاحداث اللي صارت. صح. انا مختصرها لك وحطها تلخيص، فهو يوثق تاريخ يعني الكتب. فالكتب الكاريكاتير وايد مهمة، خاصة للمحترفين اللي ينشرون. نعم. رسامين يوميين يعني. فأنا حالياً وقفت عن الكتب يعني على أساس هو بعد يعني للأمانة هو الكتاب مكلف. صح. طبعته ميزانية شوي. أيوة ميزانية وفول كالر يعني لازم ملون كامل. صح. فملون يطلع، فوقفت شوي. وبعد أيضاً موضوع السوشيال ميديا هذا خذانا. صار يعني شوي مثل ما أقول سحب البساط من تحت الكتب يعني، بس ما زال الكتب يذكرون لي الناس انهم يعني يوم كانوا صغار كانوا محتفظين فيه وحابينه. وانا اذكر في من 5 سنوات نزلت كتاب يعني
في معرض الكتاب قالوا لي هم اللي يبيعون، قالوا لي والله انه هو اكثر كتاب قطري ينباع عندنا ان شاء الله. فلنا جماهير مختلفه صح، يعني من تقدر تاخذين من عمر 10 سنين ل 40 سنه. تدري ليش؟ لان العبره ليست بالكتاب كقيمه او كشكل موجود في المعرض، وانما في القيمه اللي موجوده بداخله. عملت ايضا في التدريس في جامعه قطر، يعني انت خريج جامعه قطر وايضا درست في جامعه قطر. نقول العدد اللي موجود كبير في الفن، فن الكاريكاتير، إلى أي مدى ممكن أنك تأسس جيل ينشأ من خلالك؟ هو أنا طبعاً درست في الابتدائي في المدارس الابتدائية يعني، وبعدين أيضاً رجعت جامعة قطر، فأنا ما زلت الحين في قسم الديزاين في جامعة قطر. صحيح. الديزاين والتصميم. فالجيل هو هذا جيل الكاريكاتير الحين موجود أقوى من قديماً يعني. زاد. يعني زاد إيه. يعني ما يحتاج حتى تدرسهم أو شيء، ممكن يعني يجوني ساعة أحياناً أقول لهم بعض النصايح وبعض أودعيهم لمعرض ونشوف ونشرح ونقعد نسوي يعني نوع من الإيفنت يعني للكاريكاتير. صح. بس هم موهبين جداً يعني، أنا دائماً أقول يا ريت هذيل موجودين في الثمانينات على الأقل، كان يثرون الصحافة يعني. في يصير أكثر من رسام في الصحافة، فأنا متابعهم حالياً من السوشيال ميديا. وفعلا صراحة نقدر نقول السوشيال ميديا لها فوائد كثيرة، يمكن أبرزت العديد من الناس أحيانا يمكن فعلا تخصصاتهم تكون ثانية بعيدا عن جانب الفن، لكن أيضا مبدعين في جانب الفن. فشفنا اليوم أسامي كثيرة لمعت أمانة وبرزت خلال هذه الفترات، وشفنا لهم أيضا معارض قدموها كثيرة. لكن أيضا ونتكلم عن جانب التعليم، أيضا جانب التعليم مهم أن الواحد عشان يصقل ويطور من مهاراته لابد أنه هو يعرف الأساسيات. فمثلا هل هناك للناس اللي قاعد يشوفونا وحابين مجال الفن، هل في مثلا ورش ودورات تقدم بشكل دائم ومستمر انهم ممكن يروحون ويتعلمون اهم المهارات والاساسيات؟ هو حتى لو ما في يعني ورش او اساسيات او شيء تعليمي، هو لازم الاستمرار. يعني هو ممكن ما يحصلون ورشه كاريكاتير، مو بشرط يعني، بس هو الاستمرار والاطلاع. وحتى لو يعني هاي نصيحه للرسامين في البدايات، قلد مو مشكله، قلد أي مدرسة من الرسامين. كل فنان رسام له مدرسة معينة من خطوطه تعرفونه، ما يحتاج توقف. لا كل فترة معينة يعني عشان ما يأكد الشخص الثاني. نعم في البدايات أنا أقول لك يقلد، إحنا كلنا قلدنا في البدايات، تغلد بس أن أنت ما توقف، تمشي يعني تمشي يدك. أيوة. هو الرسم عبارة عن إيش؟ الرسم عبارة عن اختزال. اختزال يعني هو اللي يرسم يعني شلون رسم اليد بيتم يخزن. سنين يرسم نفس اليد، شلون رسم الواي بطريقة الواي، هو عبارة عن اختزال ومعلومات تدخلها في راسك. أول شيء ابدأ في الـ يعني التقليد والتدريب، وبعدين أنت ممكن مع الوقت بيصير إن عندك أسلوبك. ومثل أي شيء، مثل في جميع المجالات، ما أعتقد بس في الرسم يعني، في أي شيء تقلد أول شيء وبعدين تصير لك مدرسة خاصة ويصير أسلوبك خاص يعني. على طار الأسلوب الخاص، يعني إذا نعود بالذكرى أو ترجع تشوف يمكن الأشياء اللي يحتفظون فيها الأشخاص اللي موجودين من جيلك، من مجلد راشد نورة كمثال، وجودك يعني من ذاك الوقت إلى هذا الوقت والاستمرارية هذه هي من تولد الاحترافية. إلى أي مدى ممكن ترسم علشان هذه الرسمة تبقى؟ هو شوف، أنا أيضا من تخصصاتي الرسم للأطفال. يعني في شيء اسمه كوميكس. صح. الكوميكس في عالم الكاريكاتير هو القصة اللي تشوفونها، قصة يعني صفحة صفحتين. دائما تحق الأشياء الصعبة يعني، لاحظت أنا هالشيء. هو الكوميكس من أصعب الفنون في الكاريكاتير. الكاريكاتير بحر ترى. في كاريكاتير سياسي، في كاريكاتير كرتون رسوم متحركة اللي تشوفونها في التلفزيون، هاي مرسومة يعني. في الأخير المجلات، القصص، هاي كلها كاريكاتير، تحت باب كاريكاتير يعني. فأنا بديت أيضاً أرسم للأطفال مثل ما تفضلت في راشد نور. والله متابع أنت ما شاء الله. كان يبيعونها على الإشارة قبل الدوير. كنت أنا بحكم أن في نفس الصحيفة، كنت في الراية، فصديقي عندي الله أصبح عليه علاء السعيد، وكان ماسك الصفحة المجلة، فكنت أعطيه رسومات. أشهر مجلة كانت. نعم، فهي أول مجلة قطرية للأطفال أعتقد في قطر، هي أول مجلة، فهي كانت ملحق بعدين صارت مجلة. فرسم الأطفال أيضاً صعب. صح. لأنه تربوي ولأنه في كلام، في مسؤولية، في مسؤولية وفي كلام. وبعدين أنت شلون تتعامل مع طفل من 3 سنوات أو نقول من 5 سنوات، شوي يعرف يطلع لين مثلاً يكبر. ففي في في يعني شوية يعني نسميه فلتر، نحط فلتر شوية على الكاريكاتير، وفي أشياء ما نقدر نرسمها مثلاً.
الدام واحد قاتل واحد او واحد ضرب واحد او العنف بدون مبالغة. ما نقدر نرسم مثلا رسائل. رسائل الاطفال له موضوع ثاني في الرسم والتنفيذ. قلت لك يمكن دائما تتحب تختار الاشياء الصعبه في كل الفنون اللي انت قاعد تقدمها، لكن اكيد هذا الشيء بالعكس يعني يدفع يمكن الكثير اليوم من الشباب من البنات المبدعين انهم ياخذون نفس هذه الخطه وبالعكس يبدعون في هذه المجالات. فاليوم اكيد احنا ايضا كفنان ما شاء الله لك خبرتك اكيد في هذا الجانب وهذا المجال، كلمه ورساله توجهها لكل الشباب اللي قاعد يشوفونا الحين، يمكن كثير مبدعين لكن لوحاتهم فنونهم رسومهم دائما تكون في الدرج ما تطلع حديثة الأدراج. وهناك في أكيد طبعا في فنانين مغمورين كثير يعني يحتاجون أن إحنا يعني يطلعون. فهو شوف يعني للأمانة يعني أقول لكم الحين يعني كميديا وتلفزيون أو شيء اللي بيطلع سهل أنه يطلع بس أنه يشد حيله. يعني التلفزيون حين من تترحبون بأي فنان صح ولا لا ترحبون بأي فنان مقيم قطري بأن تعملون معه لقاء بس يكون عنده إنتاج صحيح. يعني يسوي إنتاج مرتب فممكن يطلع يعني. فالصحف تنشر أعمال أي عمل جيد يعني ممكن يستاهل نشر ينشرونه. بالعكس يعني في تشجيع كبير في يعني في وسائل الإعلام عندنا والسوشيال ميديا أيضا تدعم نفسها بحالها يعني. بس هو مثل ما قلت لك الاستمرار وانتقاء العمل يعني يكون عمل مكتمل جيد من جميع الأطراف يعني كقطعة فنية والفكرة أيضا هذا ما يمنع انه يعني يستمر الفن. الفنان عبد العزيز صادق كان ضيف شرف في الكويت لكن دائما ضيف شرف بالنسبه لنا في تلفزيون قطر. نامل احنا دائما نشوفك على خير ونشوفك دائما في يعني في محافل تشرف دوله قطر. شكرا لكم. اكيد يعطيك العافيه، سعدنا بتواجدك اليوم معنا وامانه اللقاء جدا كان ممتع معك وان شاء الله باذن الله جايات اكثر بانجازات ايضا جديده وأكثر. يعطيك العافية. شكراً لك. إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم من جانب الفنون، راح تكون لنا أكيد وقفة أخرى إلى جانب فصل الشتاء تحديداً، راح أكيد نتكلم عن هذا الجانب لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم أكيد السادة المشاهدين وما زلنا مستمرين معاكم، أكيد راح نتحدث نفس ما ذكرنا لكم عن الشتاء تحديدا وفصل الشتاء خصوصا بما يتعلق بالزرع. لكل موسم له طبيعته، نفسية تلعب دور، الزراعة تلعب دور، كل شيء يعني يختلف في كل فصل. فعلا أكيد، ودائما احنا نقول يمكن الفصول بشكل عام بالغة الأهمية تحديدا فصل الشتاء على الصعيد الزراعي ومعظم النباتات بشكل عام تكون موسمية، لأن كل نوع أو أي فصيلة بشكل عام من النباتات إذا كانت من الخضار أو حتى من الفواكه دائما يكون لها وقت معين أمثل لزراعتها خلال السنة عشان تعطينا النتيجة المرجوة منها. فالنباتات أكيد التي تزرع في فصل الشتاء تسمى الخضروات الشتوية أو حتى الفواكه الشتوية. راح نتحدث أكثر عن هذا الجانب، راح نتحدث عن النباتات اللي ممكن إحنا نزرعها، طرق أيضا العناية فيها. فيسعدنا أن إحنا نستضيف معانا اليوم في الاستديو السيد مهند أبو ليلى مهندس زراعي. صباح الخير وحياك الله معنا. صباح الأشياء الجميلة اللي قدامنا أمانة. والله يجعل أيامكم أيام الدوحة كلها جميلة بإذن الله. إن شاء الله يا رب. يعطيك العافية أستاذ مهند أبو ليلى، يعني ليست المرة الأولى اللي نلتقي فيها لكن في كل مرة تعطينا معلومة جديدة، لكن هذه يعني هذه المرة نتكلم عن فصل الشتاء. ما الذي يميز فصل الشتاء من جانب الزراعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة. احنا في فصل الشتاء بالعاده بنعتبره موسم جديد بنجدد فيه حياه الحدائق من اول وجديد. صحيح. نعم. اذا بنحكي على صعيد الزهور هنالك زهور بشكل عام، زهور صيفيه وزهور شتويه. نعم. بنتحدث عن الزهور الشتويه بيكون الرينج تبعها كبير جدا، وهي احنا عندنا هون بعض الامثله اللي ممكن نقدمها للمشاهد الكريم اللي ممكن زراعتها في هذا الموسم. نعم. على سبيل المثال مثلا هذه زهره البيتونيا تعد من اشهر الزهور التي يعني تزرع في هذا الموسم، في منها عده الوان ما تتجاوز العشر الوان. حلو. بشكل رئيسي لها اربعه الوان، اللون الابيض والاحمر والعنابي والزهري. نعم. بالاضافه الى انواع اخرى من الزهور. نعم. فيما يتعلق بجانب الخضروات في عندنا عده محاصيل من الشتويه من ممكن كذلك زراعتها.
على سبيل المثال الطماطم، البتنجان، الفلفل، المرمية، الزعتر، هذا ممكن كله نزرعه في الحديقة المنزلية. نعم أكيد الزراعة المنزلية لها دور وأهمية كبيرة، حتى الواحد يصير أسهل أنه ياخذ شيء خلينا نقول مضمون وصحي في نفس الوقت، لكن أيضا ونتكلم عن الإرشادات الصحيحة للزراعة داخل المنزل. تمام، الآن في هذه النقطة في عنا أكثر من جانب، إذا نعم. بنتحدث من حيث نحط على شكل نقاط، من حيث مثلا طرق الزراعة مثلا، الآن هذه الشتلات اللي أمامنا، من يقوم أو يريد الزراعة داخل الحديقة المنزلية لابد أن يراعي عدة أمور. أولها أن يكون مثلا المسافة ما بين كل شتلة وأخرى مسافة لا تقل عن من 20 إلى 25 سنتيمتر، ما تكون النباتات متلاصقة مع بعضها البعض بحيث أنه نعطي حرية للجذر أنه يتحرك بحرية. طيب أخي مهند، إذا في مجال تعطينا شرح بسيط أو بإيجاز شنو الأشياء اللي موجودة؟ نعم أو بكل سرور بتقوم؟ أيه. منكم إذا بعد إنكم هذه النبتة نسميها نبتة البيتونيا. أي نعم. في منها اللون الأبيض، اللون هذا بنسميه اللون الأبيض الموشح. هذا اللون البنفسجي الموشح أيضا حلوين، أنا حبيت البيضة هذا اللون كلهم حلوين. الأصفر أي أصفر يعني هذا اللون الروز الداكن أو هذا. الزهر الغامق. طبعا هذه أيضا اللون الأحمر. حلو، هذه النبتة نسميها لهم مسميات طبعا، هذه صنف آخر، هذه نبتة القرنفل أو الديانثس نسميها في السوق. نعم. نعم هذه الديانثس. هذه النبتة نسميها البيغونيا. نعم. هذه كلها نباتات شتوية. هذه النبتة نسميها أستر. حلوة. هذه النبتة نسميها أنترهينيوم أو فم السمكة. نعم. بالإضافة إلى هذه النبتة لها أكثر من لون، هذه نسميها الماري جولد أو بالمصطلح يسموها قطيفة. نعم نعم. وهذه اللي في يدي فم السمكة أنترهينيوم. بس ليش اختلاف الألوان؟ كل نبتة على الغالب تحتوي على أكثر من لون. يعني ممكن أنا أزرع بلون معين يطلع لي؟ لا، بدك تكون عارف الصنف حتى يكون في تناسق بين الألوان. حلو. شو اللي تنصح بزراعته خلال هذا الفصل؟ هذه كل النباتات، هذا الرنج اللي أمامنا كله يصلح زراعته. نعم كله يصلح زراعته. جميل. الآن من راعي قضية الذوق، اللون، التنسيق، المساحة. نعم. هذه كل اعتبارات بناخذها بعين الاعتبار في نعم. عند الزراعة. أنت يمكن ذكرت أستاذ بشكل عام من النقاط الأساسية بخصوص المسافة، مراعاة المسافة، هذه كأول نقطة بما يتعلق بالإرشادات. أيضا شنو هي الأشياء المهمة والأساسية الواحد لازم يركز عليها علشان يحافظ على النبات إنه ينبت بطريقة صحيحة أو الزرع، وبنفس الوقت إنه يكون خلينا نقول يعني يستمر معه. تحدثت عن طريقة الزراعة، القضية الثانية ممكن تتعلق قضية النظام الري. نعم. وهي طبعا اهم مشكله بنواجهها احنا في عمليه الزراعه، بحيث ان البعض بتعامل مع هذا النبات انه بحاجه الى كميات كبيره من المياه. صحيح. الان قد يكون السؤال هل يوجد كميه مياه معينه؟ البعض يسال كل كم اضع المياه. احنا الان في هذه الفتره الجويه اللي احنا عايش فيها بنقول من كل يومين الى خمس ايام مره واحده للنبات، مش يوميا، ليست يوميا في هذه الاوقات اللي نحن فيها. البعض يظن انه كل ما يعطيها مي كل ما انه بيساعد عليها. هذه فعلا فكره سائده. نعم طبعا هذه المشكله بتؤدي ايضا الى تاخير الزهور. انت احيانا نحن نقوم بزراعه الزهور، كل ما بنعطي مي احنا ايش فعليا بنعمل عمليه تاخير الزهور. كل ما بنقلل المي على النبات احنا بنشجع هذا البرعم ينتقل الى المرحله الاخرى، مرحله التزهير، وهذا اللي بدنا اياه. نعم. وفي من يعني موظف طريقه الماء او توصيل الماء في البيت، وهذه راح نرجع لها ان شاء الله اخوي مهند، لكن الدوحة جميلة أيضا من خلال النباتات الزراعية اللي موجودة، الشوارع خضراء يعني في مناطقها. نتعرف أيضا ونشوف هذا التقرير ومن بعده نرجع نواصل حوار. تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة، وذلك من خلال دعمها للمزارع القطرية بالدعم المالي المباشر أو دعم البيوت المحمية، وأيضاً من خلال دعم المنتج الوطني. هذا إلى جانب إقامة المهرجانات والمؤتمرات التي تشجع على الاهتمام بالزراعة ودراسة التحديات والفرص لتطوير هذا القطاع. ليس هذا فقط، وإنما تشجع أيضاً على الزراعة المنزلية من خلال الفعاليات التي تقيمها المدارس والمراكز الشبابية والمؤسسات.
ومن بين المؤسسات التي تولي اهتماماً كبيراً بأهمية الزراعة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، إذ قامت بتخصيص المبنى رقم 47 مقراً لملتقى المزارعين، والذي سيكون الأول من نوعه في قطر، ليكون ملتقاً يجمع أصحاب المزارع لتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتطوير مخرجات مهرجان محاصيل، ويساعد على تشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية. دولة قطر بشكل عام أولت اهتمام كبير في هذا الجانب من خلال نفس ما شفنا، يمكن الأشياء اللي تقيمها، أكيد الدورات اللي تقيمها، الورشات والكثير من الأشياء، وأيضا اهتمامها خلينا نقول الأطفال بشكل عام. أيضا يمكن أستاذ مهند توافقني الرأي، اليوم قاعد نشوف في المدارس، مش اليوم، من فترة يعني كبيرة قاعد نشوف أن اهتمام كبير بهذا الجانب، تعليمهم كيفية الزراعة بطريقة صحيحة، تكون دائما في حدائق موجودة مخصصة للطلاب والطالبات. فأهمية هذا الشيء نحن نرسخ في عقولهم منهم صغار أهمية الزراعة وكيف أن نحن نزرع بطريقة صحيحة. ومن حيث المبدأ أن ننشر ثقافة الزراعة للطفل، هذا بحد ذاته شيء إيجابي. هذا طبعا تتشارك فيه أكثر من جهة رسمية وتشاركية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. على سبيل المثال، أحيانا وزارة البيئة عندما تقوم بعمل مثلا مهرجان الزهور، أو وزارة التربية والتعليم تقوم بدعوتنا أنه نزود النباتات ببعض النباتات لشرح للطلاب والطالبات كيفية الزراعة، هذا بحد ذاته ينشر هذه الثقافة ويساعد عليها، خصوصا إذا بننشر هذه الثقافة بالطريقة الصحيحة والسليمة. وثقافة وجود الماء، إذا نتكلم الحين من هذا الجانب ونعود له، يعني كنا نتكلم قبل التقرير أن في من يثبت الماء لأنه عارف تصميم بيته، في من يعني يقوم بهذا العمل قبل البنيان، بالتالي أهمية وجود وتوزيع الماء بشكل مناسب. نعم، احنا نتحدث عن هذه النقطة، رب العالمين بيقول في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن للأسف في بعض التصرفات الخاطئة بيجعل من الماء سبب موت للنبات بالكرم الزائد. فإحنا بنرجع بنقول لابد الترشيد، أول شيء هذه أمانة ونعمة نحن محاسبون عليها ما الله سبحانه، لابد أن نحافظ عليها، أنه نقتصد في إعطاء النبتة، لا نبخل عليها بحيث أن نوصلها محالة الجفاف ونعطيها زائد بحيث محالة يعني الإغداق والغرق للنبتة، لا زيادة ولا نقصان. نعم، الزيادة إيش تعمل لي مشاكل؟ تعمل لي عدة مشاكل، من أهمها موضوع عفن الجذور للتربة. أنت لما تسبب العفن فعليا أنت قضيت على هذه النبتة وعملت التربة، صارت تربة موبوءة. فالآن نيجي إذا بنحكي بشكل سريع، أفضل طريقة لطريقة الري داخل المنزل تكون الري بالتنقيط. أنت هيك نضمن عدة أمور، أول شيء توفير في الماء، المي تتوزع على النباتات بكميات يعني متساوية، وهذا اللي بدنا إياه. ثلاثة، أنا اللي بتحكم. من الأساليب الخاطئة إن البعض بيقوم برش الماء بالخرطوم وبكون يعني مشغل البرشر بحيث إنه بيأذي النبتة. صح. يعني تخيل زهرة زي هذه لما نكون بسقيها ونوجه خرطوم إياها على بشكل رئيسي، إحنا فعليا دمرنا الزهرة وهذا ما بدنا إياه. أما إذا قمنا بالري من الطريقة السفلية ضمننا إنه النبتة تقوم بشكل صحيح. واحنا نفس ما قلنا تقريبا يومين ثلاث ايام مره واحده في ايام لهذا الجو ما بين درجه حراره ال 20 وال 25، نتحدث من يومين الى خمسه ايام. نعم، وبالنسبه للصيف عشان بعد نوضح للساده المشاهدين، بالصيف يوميا يفضل تكون بعد صلاه الفجر او قبل المغرب، نتجنب فتره الظهيره حتى ما نخسر كميه تبخر عاليه من المياه. نعم، جميل جدا. ايضا اليوم لو نتكلم بشكل عام عن موضوع خلينا نقول نصيحه ممكن تقدمها للكل اللي قاعد يشوفونا الحين، ايضا يمكن من جانب التسميد. نعم، الآن بما أنه إحنا نتحدث عن كائن حي لابد أنه نزوده بعناصر غذائية يحتاج إلها. يفضل بشكل رئيسي داخل المنازل أنه يتجنب استخدام الأسمدة الكيماوية. نعم، وإحنا بنتجه لاستخدام الأسمدة العضوية، لكن بين قوسين نتحدث عن السماد العضوي المخمر. المخمر المقصود فيه أنه متعرض لحرارة. نعم، أو درجة حرارة عالية. هذا بضمنني أنه هذا السماد لا يوجد فيه بذور حشائش ولا أوبئة ولا أمراض. ممتاز. إذا عرفت أسيطر قدر الإمكان على هذا الموضوع بإذن الله بتكون النبتة قوية. وإحنا بنتفضل نحكي فيه أن الوقاية خير من العلاج. أكيد. أعطي رأي جيد، تسميد جيد، بإذن الله بتكون النبتة صحية وجيدة. نعم. أكيد. نشكرك لوجودك أستاذ مهند أبو ليلى. شكراً بقى. على أمل أشوفك على خير. وعلى طاري أيضا وجود خدشوك فصلشته
في من يتمنى وجود الجليد صح، لكن من جانب الفن تشكيلي نروح لبرلين. نروح برلين، ايش رايك نروح ونسافر ونشوف شنو الابداعات اللي موجوده عندهم واللي تتعلق بالجليد؟ يأ. شوف أنحاء آسيا تجمعوا في برلين 26 فناناً مختصاً في نحت الجليد، قدموا عشرات المنحوتات في المهرجان العالمي الخامس لمنحوتات الجليد في ضاحية العاصمة الألمانية برلين. هواة فن الطقس البارد قدموا من ماليزيا واليابان وتايلاند والصين والفلبين ومنغوليا وروسيا، واستخدموا 300 طن من الجليد لإنشاء أكثر من 100 منحوتة. المهرجان العالمي الذي سيستمر في استقبال الجمهور حتى نوفمبر 2020 أبهر رواده بتنوعه وفرادته، وكانت أبرز منحوتة قدمت هي منحوتة لونغ التنين المحظوظ الذي يبلغ طوله 10 أمتار، وتم نقله من الصين إلى برلين. أكيد نفس ما شفتوا معنا مشاهدين هذه اللقطات، أنا أمانة من الناس اللي أحب نفس هذه المعارض لأن فيها إبداعات غير طبيعية، وأنا أحب أروح بلدان تكون درجة حرارتها أقل من صفر، لأن حاليا في برلين، برلين أقل من صفر سالب واحد، وفي 7 6 3 4 هذا التفاوت اللي عندهم، يعني البراد جميل، حلو أنك تغير وتسافر خلال هذه الفترة فعلا. وتشوف أجواء يعني الأماكن الأخرى وتعرف على ثقافات البلدان أيضا من جانب الفن التشكيلي. نروح حسن تقول لنا ونروح نطلع فاصل، نروح نطلع فاصل ونرجع لكم أكيد ونكمل. لكم مشاهدينا من جديد، وأكيد مع هذه العودة راح ناخذكم بجولة سريعة في وجهاتنا لهذا اليوم، والوجهات المختلفة راح تكون أيضا متميزة. إذن وجهات كثيرة، وبداية مع زراعة نباتات الربيع، أيضا هذه الفعالية في مركز فتيات الخور 29 ديسمبر من 5 حتى 7 مساء. هذا من جانب، أيضا عندنا قهوتي من صنع يدي راح تكون هذه طبعا في مركز نوماس تحديدا 30 ديسمبر راح تكون من 5 إلى 8 مساء. جميلة. أيضا نروح كتارة، معرض اشتباه في كتارة مبنى 12، نقول في 2 يناير 12 الظهر من كتارة أكيد إلى مخيمنا، راح تكون في أكاديمية العوسج المدينة التعليمية، راح يكون طبعا تاريخ 2 يناير. هذه الأحد الوجهات اللي احنا ذكرناها، لكن أكيد في الدوحة هناك الكثير من الوجهات السياحية الفنية الاقتصادية المتنوعة والترفيهية كذلك. احنا جزء بسيط جدا من خلينا نقول الفعاليات اللي موجودة عندنا في الدوحة بلا شك، وتستمتع جدا من خلال هذه الأجواء بأنك تقضي وتروح الأماكن السياحية في قطر، وأنك تغير جو، يعني حتى لو سياحة داخلية هني في الدوحة يمديك تسوي. صح، أنا أنصح بذلك دائما، وحتى نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة، نقول أوقاتكم سعيدة. أوقاتكم سعيدة، وأيضا صباحهم جميل كصباح وردنا لهذا اليوم. مع السلامة.